حبيبي يا نور العين لقبت بأغنية القرن وكل قرن، كنت تتوقع النجاح الباهر لها؟ استمرارية أغنية نور العين تأكدت تقريبا، أخذوها أعادوها بصورة جديدة، عازفين عالميين، واحد اسمه فرنش مونتانا أمريكاني من أصل مغربي، ومساري من أصل لبناني وأمريكاني من أصل لبناني، وأحضروا فنانة لبنانية اسمها مايا دياب حتى تغني الجملة العربية، ولقت نجاح ومستمرة، وهذا دليل يعني بعد 23 سنة تقريبا أنه يختاروها فنانين من هذا الطراز. أستاذ ناصر، كم استغرقت من الوقت لتحضير أغنية حبيبي يا نور العين الأصلية اللي غناها عمرو دياب؟ هي في البداية أغنية قديمة لي، تقول يا نجوم عوالي بعيدة، يا أنس الليالي دزي للغوالي تنهيدة توصف لهم حالي. يا نجوم عوالي بعيدة، يا أنس الليالي دزوا الغوالي تنهيدة توصف لهم حالي، يا نجومان يا نجومان. وجدت فرصتها بعد ما خد مني عمرو دياب أغنية في ألبوم نور العين قبل لا تظهر نور العين للوجود. كانت أغنية من أول مرة من كلمات الشاعر المرحوم مجدي النجار الله يرحمه، وبعدين فجأة حتى هذه كانت ألحانك ألحاني أول طبعًا مرة موجودة، موجودة في اسم الألبوم هي أعتقد كانت حتكون اسم الألبوم قبل لا تدخل حبيبي نور العين. فكر عمرو دياب أخويا وصديقي الفنان الكبير إنه ينتج لي شريط بعد ما أخذه مني من أول مرة، ينتج لي شريط خاص بي، وكانت الفكرة غربة اثنين لأنه أنا مشهور بشريطي الأول سنة 75 ألبوم الغربة اللي فيه الأغاني المشهورة شنطة سفر ومشينا ففكر عمرو دياب حسب ما يقول إنه كان بيسمعني في بداياته الفنية وبيسمع شريط الغربة يعني، فحب إنه ينتج لي، فكلف أخوه عماد دياب هو صديقي، فجي عندي عماد وقعد عندي في البيت وقال لي بننتجو لك ألبوم، فطرحت أوراقي على الترابيزة زي ما يقولوا، وكانت عندي أغنيتين يا نجوما عوالي، وكانت عندي أغنية تانية يا نجوم الليل طويلي انتي قنديلي في عتمة ليلي ولما الأحزان تناديلي. الله. وكل المواضيع متاعي يعني على الغربة فسمع مني يا نجوم العوالي وسمع مني يا نجوم الليل، فقال لي يا ريت، طبعا أنا تدخل القدر والنصيب، فقال لي يا ريت يا نجوم العوالي هذه تغيرها لموضوع تاني وخلي يا نجوم الليل. ففكرت أنا حبيبي يا نور العين، طبعا بعد يومين رجع لي تاني كانت جاهزة الكلمات، حبيبي يا نور العين يا مخلي مكانك، لا عارف ديارك وين ولا عارف عنوانك، برضو موضوع السفر والترحال. فجميل وفرح بها عماد، وخلاص مستنين ظهور شريط ألبوم اسمه من أول مرة. فجاني تليفون في البيت أيام تليفونات أنسر ماشين قبل الموبايلات، فرديت كان عماد على الخط، قال لي عمري حيكلمك، فكلمني عمر قال لي أنا عاوز غنوة حبيبي يا نور العين. قلت له إزاي يا عمر أنت خلاص قفلت الاستوديو؟
فقال لي لا احنا هنفتح الاستوديو من جديد عشان الغنوة دي. وحكوا لي القصة بعدين انه عمرو كان قاعد يحلق في دقنه زي ما يقولوا، وعماد كان بيدندن في غنوة حبيبي يا نور العين، فالصابونة بتاع وشه حتى لما مسك التليفون مسكوا على الصابونة، وهذه حكاية حكاها هو بعدين. سأل عماد قال له الغنوة هذه الدندن فيها بتاع مني؟ قال له هذه بتاع ناصر المزداوي، فقال له اتصل به. فحصلت القفشة دي ان هو من فرحته بالجملة اخذ التليفون على الصابون بتاع وشه، يعني ما كملش. فقلت له خلاص، وفتح الاستوديو من جديد وحفظ مني الغنوة. وطبعا كان موزع الشريط الصديق العزيز حميد الشاعري، فجاب له الغنوة هذه ووزعها، وجيت أنا مشارك في العزف في الاستوديو.